السلام عليكم. اللي تابع الفيديو الماضي وجاي يشوف هالفيديو عشان يعرف اللي خطر في بالي شكرا، واللي ما تابع الفيديو الماضي روحوا تابعوه بعد ما تشوفوا هالفيديو طبعا، وخبروني وش خطر في بالكم. قبل 3 أسابيع شفت نفسي أراقب حركة السير في مدينة مزدحمة من غرفة هادية، وكيف أن الناس اللي مروا من الدرايش المختلفة أهدافهم ووجودهم في العالم لأشياء مختلفة. في اللحظة اللي كنت فيها في باص يوتيوبي بحت، كل من كان خارج هذا الباص كان عايش عالم ثاني بأفكار يمكن ما جالها تخطر في بالي. وفي نهاية اليوم رجعت غرفتي وشفت منظر جديد من نفس الدريشة، الناس والشعور اختلفوا تماما. في الوقت اللي كثيرين كانوا في سبات عميق، كان في البعض شغلهم سارق نومهم. بعدها جاء يوم جديد بأفكار جديدة، وكان ضروري أني أوثقها قبل لا أنساها في أسرع وقت ممكن. وكنت أتمنى لو كان عندي جهاز يبطي الوقت عشان أقدر أنظم أفكاري، أو على الأقل أمسك بعضها قبل لا تتجمع في مكان ثاني مع بقية الأفكار اللي راحت عني. في حوار مع نفسي خطر في بالي هدوء الطبيعة البعيدة عن الزحمة والضوضاء، كيف أن الشغل بيستمر بشغف من فكرة لفكرة. حتى الأفكار القديمة لها جمالها الخاص في الوقت اللي طلعت فيه، لأن لكل فكرة حياة معينة بعدين بتموت. الأفكار موجودة وبكثرة في كل زاوية نمشي فيها، دور عن شخص عشان يحتويها. لكن كثير من الأحيان ما حد يلاحظها وبكل سهولة نمشي عنها، وآخرتها تذبل وتخلق معنى جديد لفكرة جديدة، وبالتالي تستمر هذه السلسلة للأبد، تنتقل الأفكار من فكرة لفكرة، وأنا بعدني واقفة في مكاني. تذكرت أن مراقبة الناس تساعدني في اختلاق قصص ممكن تلهمني في شغلي، وحتى طريقة الإنسان في التعبير عن المشاعر اللي يحس فيها بألوان تتضارب عشان تذكر تفاصيل مختلفة. وفي النهاية نغذي نفسنا بخلطات اخترعها شخص مات من مئات السنين بسبب فكرة، وبعدين احنا جينا وطورناها. When you see that, you say you have a responsibility about this generation. So it's very important for me to make a good video for not change the world. But if I can change only one person, then one person change the another person, and this group of person can change the world. Thank you. كصناع محتوى للجمهور اللي في الانترنت ضروري جدا ان نحصل على فكرة جذابة عشان نقدر نوصلها لكل من يتابع المحتوى اللي نحطه. ومع اختلاف توجهاتنا والطرق اللي نستخدمها وحتى الافكار اللي نطرحها، احنا كلنا في رحلة واحدة للبحث عن الفكرة والالهام. هذه هي طريقتي للبحث عن الافكار، وش عندكم انتو؟ شاركوا رحلة من رحلاتكم في البحث عن الافكار، وخلونا نستلهم من بعض بقصص جديدة. تعرفي الأغنية؟ يب. السلام عليك يا. الفيديو الجاي اللي بتابعوه بتابع محتوى جديد لنفس المجموعة من الفيديوهات بس بطريقة مختلفة تماما. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوني رايكم في الكومنت، وتسووا لايك وتسووا سبسكرايب للقناة، ونلتقي الأسبوع الجاي مع فيديو جديد وفكرة جديدة.